ايش هذا؟ طب ايه رايكم بقى بدل ما انتم بتلعبوا على الفاضي كده، ايه رايكم نقضي اليوم بره ويبقى تحدي وندخل الغابه زي الناس ما طالبه مننا؟ انا ايه رايكم؟ بس هيبقى يوم صعب وهيبقى تحدي قوي لان احنا هندخل الغابه، الغابه حقيقيه. احنا قد التحدي وحتى لو هنروح المريخ هنقدر عليه. الله عليك. طيب يبقى انت كده مطلوب منك ان انت تجهزي معايا الحاجه، انا هجهز لكم كل حاجات الترفيه المسؤوله مني. ماشي بس في حاجات ناقصاني نجيبها قبل ما نروح. حاجات ايه؟ في حاجات ناقصه انا مش عامله حسابي. ماشي، اي حاجه ناقصاكي واحنا في الطريق اجيبها. ماشي يلا وانت جاهزين؟ اه جاهزين. يلا بينا. وانت خلي بالك التحدي هيبقى صعب من قبل ما نتحرك اهو، وانت كمان قد التحدي. قد التحدي. طبعا اهم حاجه بقى في المشوار ده ان احنا نجهز حاجتنا، وادي وفاء كمان بتجهز حاجتها، حاجه الطبخ وحاجه الاكل. بس ده ما يمنعش ان انا هجيب حاجات من بره برضه، مش كل حاجه عندي. هاتي اللي انت عايزاه. ماشي شوفي، بس اهم حاجه التحدي. لا انا ما عنديش مشكله في اللي انت تشتريه، المهم ان احنا لما ندخل الماركت تشتري اللي انت محتاجاه كله، عشان لما هندخل الغابه مفيش خروج غير تاني يوم. صح، خلاص اتفقنا. موافق. هو ده الشرط بتاعي الوحيد. موافق. وانا قد التحدي ان شاء الله، مش هنسى حاجه عشان لو نسيت حاجه هلوثكم كلكم. بالظبط كده، ان احنا هندخل الغابه الحقيقيه، هندخل الغابه الحقيقيه اللي ممكن يبقى فيها تعابين، ممكن يبقى فيها تماسيح، ممكن يبقى فيها اسود، ممكن يبقى فيها اي وحش. ممكن يبقى فيها فيل كبير. ممكن يبقى فيها فيل كبير. بس نعمل على وحش عادي. خلاص يبقى احنا هناخد معانا عده الصيد، عشان لو جالنا اي حاجه ياقوسه، لو طلع لنا اي وحش مفترس نقدر نتعامل معاه. اي بقى حد عايز يجيب لعبه، يجيب اي حاجه النهارده يوم ترفيهي، اي حاجه انت عايزين تجيبوها، لابتوباتكم، تليفوناتكم، العابكم، كل حاجه. وجايزين هجيب كل حاجه. يلا كل اللي ليه حاجه يجي الدهان. اكتر من كده محدش يسالني. ماشي ماشي، انت مسؤوله عن حاجه الاكل، ولو ناقصه حاجه هسيبك للاسود. بعرفك اهو. بس انت ما تنساش حاجه الترفيه، ما نشوف عشان نلاقي حاجه تسليك. ماشي. انا تقريبا كده لميت لك المطبخ كله. انا كده برص الحاجه، بس ربنا يسهل وايه والشنطه تاخد. الناس اللي بتحب التخييم، اهم حاجه في التخييم ان انتوا تاخدوا كل حاجه ممكن تحتاجوها، لان لما تدخلوا في التخييم خلاص المفروض ان يبقى معاكم البيت بحاجته اهو، زي ما انتوا شايفين. وفاء بتاخد العزاله اهو. ايه تاني يا ولاد؟ خلاص كده. لا لسه حاسس ان في حاجات ناقصه. معايا الشنطه دي بس نحطها قدام. معاك مكان؟ هنا ازازه الميه تتحط قدام. والشنطه التيونس قدام. مفيش حاجه تاني؟ تمام. هي دي بس كل البيت؟ ايه عايزه تاني؟ ده تقعد 100 سنه، ده هو يوم. يعني كده خلاص؟ اقفل؟ اتوكل على الله. طب اوعي دماغك، والله انت المسؤوله، انا عن نفسي جبت حاجتي كلها. ايش فيه بقى؟ ده يتحط قدام وده قدام. اوعى تنسي يونس. ده اهم حاجه. اهم حاجه اليوم ما يمشيش من غير يونس ده. شنطه يونس. اللي ايه ده؟ الغطا يا وفاء. غطا ايه؟ مش هننام هناك؟ عايزين لحاف ومخده. شفت كنت هلوثك. شفت انت بقى؟ وربنا انا اللي هنام في الطالة، كنت هسيبكم وامشي. شفت ان انا افتكرت؟ منك لله. انا اللي انقذتك كده. شاطر شاطر. الواحد لو اعتمد عليك في حاجه يخرب الدنيا. كل هركز في الاكل بس. عليا ومش ده مش تبع البيت. ماليش فيه. مالكيش فيه ازاي؟ مطرح ما تناموا. هيكفوا هيكفوا. يلا ان شاء الله. ها يا رب ما اكون ناسي حاجه تاني، هيخسرونا انا ولا يسيبوني في الغابه ويمشي. سيبي في الغابه والله اعمل. ايوه شفتوا بقى، زي ما قلت لكم بقى من شويه، كنت لسه بقول لكم ان اهم حاجه في التخييم ان الواحد ما ينساش حاجه، لو نسينا حاجه بنتكحول. عادي نصطاد الحيوانات، نعمل لحمها على المحشي ونستغطى بالفرو. يا سلام، لا تصطاد الحيوانات. ايش تلاقي الحيوانات دي اللي تغطينا كلنا؟ كان يطلع لنا الضب ولا حاجه. ضب؟ لا ما تقلقش، ده نزلك في الحديد. معانا طبعا جواكت احتياطي، الجو حلو والشمس طالعه والدنيا جميله والجو مناسب، بس واخدين معانا جواكت احتياطي لان طبعا الليل هيجي علينا هناك، فلازم ان احنا ايه نبقى مأمنين نفسينا، ناخده احتياطي. بصوا بقى العربيه كده بقت مليانه اهي، ومعانا تقريبا كل حاجتنا، فاضل بس ان احنا هننزل سوبر ماركت نشتري كل اللي هي عايزاه، عشان يبقى عداني العيب بوثق كل حاجه بتحصل، علشان لو دخلنا الغابه ولقينا حاجه ناقصه. انتوا لو الفيديو الجاي ما شفتونيش اعرفوا ان هم سابوني في الغابه على طول. بس مين ده؟ ناكل الحيوانات اللي في الغابه. كدابه وربنا كدابه. دي بقى على فكره والله، ده لو دخلنا الغابه بس هتقعد تقول لي انت بتخرجني كفايه. اتحركنا بقى من البيت ورحنا على السوبر ماركت، جيب بقى بقيه حاجاتها اللي ناقصه. شباش لها حجه. هسيبك انت تجيب اللي انت عايزاه، بدل ما اقعد اسالك واقعد اقول لك ليه ومش ليه، انت قادره، انا هروح انا اجيب شويه تسالي للعيال، ايه رايك؟ يلا اعمل معاكم حركه جدعانه اهو. هنا حاجات التسالي، عشان ناخد واحده زي دي ليونس عشان بيحبه الجيلي ده. شويه لب من ده على شويه لب من ده. بدات اجوع، عايزين نفطر. خلاص اجيب بس زيت عشان اقلل
ايه ده انت تعملي طعميه وحط امك يا بنتي الايه هنعمل طعميه في الغابه ماشي يا وفاء شاطره يا وفاء تطلع معايا جدعه فعشان كده بطلع جدع معاها بس انا بطلع معاكي جدع الاول يعني انا السبت وانت الحد ممكن برضو ناخد شويه فاكهه برضو الفاكهه حلوه في الخروجه دي بصك اللحظه دي عشان وفاء بتقول ان هي كده خلاص جابت كل حاجتها فقلت اشهدكم العربيه اتملت اهو انا جبت الحاجات اللي مطلوبه مني وزودت فحم ونشوف بقى يا حاسب ركزوا معايا دلوقتي عشان احنا ابتدينا مرحله المغامره احنا داخلين على مغامره جامده المفروض دلوقتي ان احنا ندخل الغابه وهنعدي من على النهر دوت عربيه مش هتقدر تدخل اكتر من كده زي ما انتم شايفين هنعدي النهر ده اهو عامل ازاي بقى نعدي كده بص يا وفاء هنمشي كده من على الطوب من على السقف ده هنمشي كده 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 ونعدي خلاص كله جاهز؟ كله جاهز مغامرة حلوة اه اه يلا اخترنا مكان جميل جدا 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 وبصوا زي ما انتم شايفين حوالينا غابه من كل اتجاه من كل مكان المكان جميل واللي احلى من كده كمان ان جنبنا النهر مش عايز بقى حد ينام لان لو نمنا ممكن اي حاجه تطلع لنا انا بتفق معاكم اهو وبحذركم انا خايف يكون صح ممكن يكون في حيوانات جوه هنا طبعا في حيوانات اكيد ده مكان مفتوح زي ما انتم شايفين اهو مكان مفتوح وغابه عميقه يعني احنا لو فضلنا ماشيين كده ملهاش نهايه بصوا افضل ممكن افضل ماشي كده 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 لغايه لما اتوه خالص ما اعرفش ارجع عايزين بقى المخيم عشان نايم يونس عشان يونس ابتدى بالنوم كالعاده كل 24 ساعه ينام ماشي يلا يلا ساعدوني يلا ماشي فريدي دي كده فريدي يلا يا بلال افرد معايا الخيمه بصوا بقى احنا عايزين الوش بتاعها يبقى كده عشان نبص على الايه على الشلالات والنهر وظهرنا للحيوانات اللي هتهجم علينا عشان لو... ما نحسش بيها عشان لا عشان لو في حيوان جاي ولا حاجه ما نشوفوش ما نتخضش احنا على طول نلاقيه قدامنا خلاص ماشي الخيمه بتاعتنا كبيره ازاي جدع يا بلاه ايوه كده ساع عايزين نبنيها عشان نلحق نفطر بصي بقى عايزك تدخلي جوه كده وترفعها لي من النص ايوه عايزين نلفها بقى كده يلا لفوا معايا
ادي كده اهو الخيمه اتنصبت. هنجيب بقى ايه؟ عايزين بقى نحول بقيه الحاجه. انا احولها انا عايزه حاجه الاكل عشان ابدا. بالله عليكوا جوعت ولسه هاخد وقت براحتي. هجيب لك حاجتك انت الاول واقول لك الولعه تعمل لنا الفطار عبال ما انا مرتب بقى ايه واستف القعده. خلاص ادي كده ايه جبنا كل حاجتنا راسي وكله تمام. الولعه بالله عليك اولع لك الولعه. عايزين نختار مكان حلو علشان ما نولعش في الغابه نبص نلاقي الشرطه جت لنا. يعني كده المطبخ بتاعها هيبقى هنا. كده المطبخ بتاعك واعمل لك هنا الولعه جنب منك اهو. اشيل بس الكرسي ده من هنا. مين بقى مغامر يجي يقطع معايا خشب من الغابه؟ انا تيجي؟ تعالى. انا انا لا ممكن يطلع لنا يا بنا اسود. انا بعرفك اهو. لا خليك انت قاعده يا وفاء. خليك انت قاعده. احنا هنا خلينا هنا انا وانت. انا هقطع خشب واجي. خليه هو يروح. ممكن يبقى المنشار على جنب ده ولا هتيه هتيه قطع ده. النار معاك هي يا ست ورقه ومية مية. عايزين الابداع كله بقى ان شاء الله. يا لا وده ريحه الطعميه بايجه علينا الحيوانات هنا. بالله بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني على الطبيعه وجمال الطبيعه. يا عيني يا عيني الطعميه في الغابه. اوعي تبعدوا بعيد. العبوا بس ما تبعدوش بعيد عشان لو تهتوا في الغابه انا ما اعرفش حاجه هنا. انا زي زيكم. انا بقول لكم اهو. ايه ده بطاطس؟ شفت شلت طعميه. ما انا هعمل بطاطس طعميه وفول وهظبط. يعني ايه البطاطس الاول يعني؟ عشان بتاخد وقت اكتر. الطعميه في ثواني. انا بس بتضحك عليا. لا ما بضحكش عليك. انت عمرك شفتني بضحك عليك؟ شاطره يا وفاء. طب السفره تبقى كام؟ انا صحيح نسيت اسالك وانت هتعمل لنا غدا ايه النهارده ولا مفاجاه؟ خليها مفاجاه. مفاجاه حلوه ولا وحشه؟ على حسب الحيوان اللي هيجي لنا. لا ما تهزريش بقى. لا عايز اطمن والله والله بجد. دخلت الماركت وقعدت تلفي وقعدت تجيبي في حاجات غريبه انا مش عارف ايه هي. هيعجبك والله بس خليها مفاجاه بعد الفطار. مش فرحت بالطعميه؟ كلمه واحده. مفاجاه حلوه ولا مفاجاه وحشه؟ جدا حلوه يعني. مش بعدت التوه مننا في الغابه من كتر الفرح. بص يا وفاء انا هحط الشمسيه دي كده واحط الفرشه هنا عشان نقعد ناكل هنا اهو. تمام. ولا ابعد شويه؟ لا قريب من الاكل هنا. مكان واسع عشان ما اروحش واجي. خليك هنا هنا اهو. امسك يا بلال معايا كده يا بلال. ايوه الاكل اللي يجهز بقى ايه؟ دول يبقى انا كده فارش اهو. ده جامد. الله ينور عليك. الطماطم والفلفل والزبده فظيع. حلو زي الفل. انا مخليه الطعميه اخر حاجه عشان ما تبردش. حلو قوي. وانا الشمسيه لقيت ان هي ملهاش لازمه وعماله بتطير. الهواء شديد ملهاش لازمه. الجو حلو. لازم الجو الشمس مش عاليه قوي. يلا عشان الفطار هو جاهز. جبنا على الطماطم دي انا. بسم الله. ايه ده بقى؟ هقلي لكم شويه بيض. ايوه يا عين. الفطار كله هيبقى جامد عشان معمول على الخشب. خلاص يا اوسه قربت اخلص اهو. هات لي الفلفل يا محمد من عندك. برطمان فلفل. لا نور يا ندى. شايفه كله قاعد مستنيك ازاي؟ الزباين كلها قاعده مستنياك ازاي؟ خلاص عايزين بكام طعميه؟ انت مأخرانة يا وفاء. خمسة تعرفها؟ ما تكبرها شويه يا وفاء انت بتبيعيها. عشان تكفيك. يا ستي كبريها شويه. ايه البخل ده؟ الطعميه الجايه ان شاء الله. اعملي طعميه كبيره شويه يا وفاء. عشان اعمل لك عجه. بس انا ما فرمتش فول كتير. عاملاها في البيت. بصوا خضرة وجميلة ازاي. الله ينور. يلا يلا عشان جوعنا بقى. خضرة ولا حمرا عايزين ناكل. يا رب يطلع لك اسد وانت قاعدة كده. يطلع لي لوحدي ما ياكلكم قبل مني. طلعت الطعمية اخير. السمسم مية مية والله اجدع من بتاعة المطبخ. بس صغيرة بس حلوة. لا المفروض تعمليها اكبر من كده. انت محل بخيل. اقسم بالله محل بخيل. بص حط لك بيضتين في العجه. بتلاقيها في المطعم كده؟ لا هما صراحه بيحطوا بيضه واحده. طلعت كريمه المره في العجه. كريمه في الطعميه بخيل. يبقى انتوا لما تيجوا المحل ده تشتروا منه العجه ما تشتروش منه طعميه. لا الصغيره بس حلوه.
ده الفطار بتاعنا اهو، كان جميل. عاملين كده الفطار 100 100. الله ينور عليك يا وفاء. ولسه الغدا لما تعرف بقى. وما نسيتش اي حاجه خالص لغايه دلوقتي. ما نشوف هشوف بقى في مرحله الغدا ان شاء الله كده ربنا يكرمها. يا رب استر يا رب استر. جبت الشاي والسكر اهم حاجه. بعد الفطار بالشاي لازم شاي ونسكافيه. والله جايبه لك نسكافيه كمان. اوكي نعمل له بقى شويه شاي كده على الولع عشان ايه. ايوه شويه شاي ده اهم حاجه للغدا، لان لو ما لحقتش اعمل الغدا دلوقتي انسوا ان انتوا تتغدوا، بياخد وقت طويل قوي كده. عشان هعمل على الكانون، فانا كذا حاجه المفروض اجهزها هناك، في كذا نار، انما هنا حاجه واحده. علشان الكانون حاجه واحده بس طبعا، بتعمل الاكل على كذا مرحله في كذا وقت. خلاص احنا هنظبط احنا قعدتنا ومع نفسنا، وانت عايشي بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا وعدتهم ان انا اعمل لهم مفاجاه كبيره، فدي المفاجاه بتاعتي بقى. بس انا شغاله ازاي في الغابه؟ اجيب كهربا منين؟ اتقال عليا بقى، اتقال عليا بقى، انا مخطط. مصدومين انتوا؟ ها؟ لا بس مش التلفزيون بس. بصوا بقى انا هعمل ايه؟ ساعدوني بقى كده، ساعدوني ساعدكم ربنا. هشغله ازاي يعني؟ هتشوفوا دلوقتي هشغله ازاي. بصوا بقى المفاجاه الكبيره بقى، تفتكروا في ايه هنا؟ ها؟ بلاي ستيشن. دلوقتي انتوا شفتوا المفاجاه بتاعتي، هشغله ان شاء الله وربنا هيقدرني واشغله، بس يا رب الفكره بتاعتي تنجح عشان الكهرباء طبعا احنا في وسط الغابه. بس لو طلعت مفاجاتي احسن من مفاجاه امكم تقولوا الحقيقه. بصي لغايه دلوقتي مش مفاجاه، لما تشغله تبقى هي فعلا، يبقى انت كده شغل. ماشي لما اشغله ونلعب عليه. ماشي انما كده ملوش لازمه، اجيب كهرباء منين يعني في الغابه دي؟ طب امسكوا الدراعات وادي الشاحن عشان لو فصل منها شحن، لان احنا هنلعب كتير. كهرباء فيش. المفاجأة بتاعتي جامدة صح؟ أظن أنا كده عدال العيب. هتسألوني شغلته إزاي؟ أوريكم حالا دلوقتي. جاهز كده الماتش كده، نسمع الصوت كده ونحس كده إن إحنا في أجواء الحياة حوالينا. يا عين تفرشي لي المكان ده، أنا عايز، ولا أنا هفرشه؟ أنا هفرشه خلاص، أنا هظبط، أنا القعدة أنا هظبطها. تعالوا بقى أوريكم أنا عملت الكهرباء دي إزاي عشان الناس اللي هتسأل ويقول لك جاب كهرباء منين المجنون ده. بصوا بقى أنا جبت سلكة الكهرباء طول إيه؟ بصوا ماشي كده رايح كده من أول الخيمة لغاية العربية. طبعا انتوا عارفين العربية بتاعتنا فيها محول في سلك طويل جدا حوالي 50 متر واصل لغاية لما دخلته لغاية الخيمة. قولوا بقى سقفوني تسيفة. لا انا عايز كل الوحوش اللي موجودة تسمع التسيف بتاعي. بلاي ستيشن في الغابة أول مرة أشوفها دي. بلاي ستيشن في الغابة. معاكي بقى خلاط، عايزة تفرمي طماطم، عايزة تفرمي لحمة، كبة تطحني توابل، اللي أنت عايزاه. أنا كده معايا كهرباء. لا أنا ما عملتش حسابي في الحاجات دي عشان ما جاش في دماغي أصلا إن أنت تبقى عندك كهرباء هنا. كان لازم تبقى مفاجأة. مفاجأة مفيدة. بس أنا قلت لك إن أنا هعمل كهرباء كنت هجيب الغسالة وتجيب التلاجة وتجيب الميكروويف. خلاص المرة الجاية التحدي الجاي بقى أعمل حسابي. إيه رأيك يا أوسة في المفاجأة بتاعتي؟ جامدة صح؟ عايز سقف لك أهو. سقف يا أوسة. لا سقف. سقف يا أوسة. سقف يا أوسة. شكل يا أوسة. يلا تعالوا بقى اكمل الفرشه. روحي انت بقى شوفي هتعملي ايه، مفيش دعوه بينا، نلعب احنا عشان انا وعدتهم ان انا ادلعهم. لازم نحط فرشه هنا ونظبط هنا القعده عشان نقعد بقى نلعب ايه ماتشين ثلاثه كده. تتبعكم في ملعب انفيلد حيث هذه الاجواء الخياليه والطقس المثالي الذي يساعد على التألق والاداء الرائع. ايه الاخبار؟ تحياتي متدلعين ومظبطين؟ انا جاي متفعل. ايوه مباريات الدوري الانجليزي. كل ده عشان اخد مزايا؟ انت وشطارتك. انت وشطارتك. انت وشطارتك. احسن. يا رب ما تكسبش. احسن. اعملها تاني. والله لا اعملها تاني. مش هتكسب بقى. لا ده اول مرة تجربة. يلا يلا احسن ده ممكن يخلص الفكرة كلها. اهو هتكسب اهو. وصل ارتاح. وراه. المصه يخلص بسرعه. يلا يلا يا جت.
المره دي كلب، ربنا يستر من اللي جاي بقى. قلت لكم هنا في حيوانات مفترسه كتير. لا هو تقريبا كده بيشوف مين هنا، هيروح يقول لهم بقى ايه دول كام واحد، هيقول لهم دول سبعه ومعاهم عيل صغير، هيجيب الايه، هيجيب العصابه ويجي. يعني ده الجاسوس بتاع الايه، بتاع الحيوانات. لا كفايه لا بتقرب من مراتي ايش هذا؟ انا ما شفت طيارة، صوت طيارة، صوت طيارة، صوت طيارة. يا نهار اسود تعال رعب. لا هننام ازاي بالليل؟ ايه حد عايز ينسحب؟ الدنيا لسه ما ضلمتش، حد عايز ينسحب؟ قطع الشياك من كتر الرعب، اعلى من الشياك. انت شايف نفسك بقى، العب شويه بقى، العب يا قوم يلا. طب انا بص هقوم، لو عرفت انا مين وندى مين من الضربه هتعرف. ماشي. بصي ندى، ندى بتضرب تحت الحزام. بصي. تعالي يا وفاء، تعالي العبي عشان اساعد انا امي لما بدا يخسر. تعالي يا وفاء، تعالي يا وفاء بسرعه، خلاش تكسبي، انا كنت انا الكسبان. لا مفاجأة كبيرة عالمية جامدة جدا. ازاي خدمة؟ انت تقدم السبت لازم انا اديك الحد والاثنين والثلاثة والجمعة. ده حلة الكرومب دي صح؟ لا اصله فيها لسه حتى مية. اه للكرومب يعني؟ اه. الله ينور. انت عايز النار هنا كمان؟ اه بس مش عالية قوي. يعني زي بتاعت الشاوي؟ اه. ماشي. بس خشب. خشب ايه؟ اه. بسم الله. أول مرة في حياتي أسلق كرنب على الولعة. والله؟ والله العظيم، أنا طول عمري بجهز المحشي جوه، يا دوبك أسويه بس بره. بس اوعي تتحجدوا ويبوظوا وتضحك عليا وتقولوا ده هيبقى أحلى. هيبقى أحلى. ده هيبقى أحلى طبعًا. أكيد هيبقى أحلى. زي الكفتة كده. بسم الله. بس خدي راحتك بقى خالص. اهو 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 يا يونس. وربنا فاول تضرب على فكره. انا انت اللي فيها اكلنا يا وقعت الكوره. الكوره وقعت تحت في الوادي، تحت في الغابه طبعا. طريق كله شوك، نحاول نجيبها. بس الطريق كله شوك، خدوا بالكم اللي ضيعها هيجيبها بقى. مش انت اللي ضيعتها؟ خش هات. يلا يا رب الصرصار يطلع له. هو كلكم رايحين تجيبوها؟ ما صدقت الكوره ضاعت. طبعا مفيش حاجه، بس انا ايه خلوهم يتفرقوا. هو الخوف صح وكل حاجه، ولكن الخوف الزياده يبقى غلط على البني ادم، يخليه يقف مكانه وما يعملش اي حاجه. خلوا بالكم ان في حيوانات مفترسه عندكم في الحته اللي انتوا فيها. ضيعوا الكره بيجيبوها. هم يدعوا؟ على فكره ممكن يكون في تمساح، التماسيح بتبقى ساكنه جنب الميه. لا بتبقى جايه جنب الميه فين؟ ده ميه بتجري. ميه بتجري صعب. صعب يكون فيها تمساح. طب اطلع اطلع، ممكن يكون في تمساح فعلا. لا في تمساح، خلي بقى هنا خلاص. تعالوا نلعب بلاي ستيشن احسن. ماشي ماشي. بص الكرة اتولد شو؟ اتولد شو؟ كان كله شو؟ حتى اللي تحت دي مليانة شو؟ بس انا مش عامل ازاي؟ يلا نرجع عند المخيم نشوف مين هيروح الاخر. عايزة مني أي مساعدة؟ يا ريت، لو ولعت النار التانية حط لي الطاسة على النار عشان أعمل التسبيك. زيت وسمنة وكده؟ مش هتعرف أنت، حطها بس على النار وأنا هحط أنا الإيدية. حاضر. أحط قد إيه سمنة؟ يعني معلقة كبيرة كده. كده؟ اه. نص كوباية زيت؟ اه حوالي نص كوباية. اه. يلا كمل التسبيك انت بقى النهاردة. قولي لي أعمل إيه وأنا هعمل، أنا ماليش دعوة. أنت عرفيني أنا هعمل إيه. حط شوية زيت كمان. أنت قلت لي نص كوباية زيت. حط شوية كمان، مالك بخيل ليه كده؟ أنت عارف من بتاعة الطعمية؟ خلصولنا الزيت بقى. بس. حط بقى البصل والفلفل اللي أنا مقطعاه. أهو أحط كله؟ ماشي حط. بسم الله. يلا يا ست ايه تاني؟ انا بعرف اعمل كل الاكل بس المحشي لا، عشان كده بسالك يعني. لا تقولي لي عليه اعمله عشان ما تجيش ايه وتقولي لي ايه انا ومال نفسك بتعمل لحمه دي المرحله دي. هي دي الصلصه؟ اه هي. فضيها كلها؟ كلها.
افضيها كلها. ها كده المحشي بتاخد كده بالكده، هيبقى احلى محشي اتعمل في تاريخ البلد ادمين كده. ده اول مره اعمل محشي. بس ما طلعش حلو. اهم حاجه يا جماعه في التخييم ان احنا ما نرميش حاجه في الطبيعه، لازم اي حاجه عملناه وسخناه بهدلناه في كيس كده وهناخده واحنا مروحين، صح يا وفاء؟ اه ده حتى الكيس اهو. ما تسيبيها لا اعمل يعني، لازم تقومي. ما انت خلاص عملت التسبيك، انا هقلب بس الرز والحاجه فيها واظبط ملحها والشطه بتاعتها وخلاص. ماشي، ترجعي تقولي ان انا ما ساعدتكيش. ليه ما انت عملت اهو. يا لهوي عليكي، هجيب بس الرز عشان كله يشم ريحه الفحم بتاعك. انا متأكدة ان المحشي ده يبقى احلى محشي عملته في حياتي. معقول؟ مش انت اللي عملت التسبيكة، لا عشان عملت. ايه ده؟ ازاي؟ هو حاجة تيجي على الاكل؟ ايه؟ يا عيني. بس يا سيدي. هياخد وقت؟ هو مع نفسه بقى، في مفاجأة كمان. ايه؟ عاملة لك كفتة. يا عيني يا ليل. واسمه ايه ده؟ ستيك، لحمة ستيك. الدخان وراك كده بكرة البلدية تيجي تقبض علينا؟ لا لا عادي. هديهم صباعين محشي. بص المنظر. مش عاوزكم توكلوه بيض. لان عنده غل. هو قطع كلب؟ قطع كلب. ايه الحكايه يا اخوانا؟ ولا حدش نزل ينقذه؟ وواقفين تتفرجوا عليه؟ مفيش واحد شجاع؟ والله انت هو انا بفكر. مش عيب راجل زي الطور زيك وينتحر؟ لولا الراجل الشهم ده كنت زمانك في بطن السماء. فوق بقى يا حبيب فوق. هيروح يعمل نفسه بينفذ. انا مش هطلع شهم غير انقذه ولا فدى الخمسه. ده سباح ياض، يا انت سباح يالا. ولا اللي بينفذ بياخد فلوس. انا قال لك شغلانه. هسيبك ازاي من غير ما تديني 5 جنيه؟ اديني ال 5 جنيه بمناسبة ايه؟ بمناسبة اني انقذتك، انت اللي انقذتني ولا انا اللي انقذتك؟ يا سيدي مفيش تكليف بيني وبينك، شفت حاجة، أي حاجة، قول لي حاجة، على إيه بس؟ على إنك أنقذتني؟ ده أنت عطلتني على السبب، أنا كنت هطلع الأول ودلوقتي هطلع الأخير. يا عيني يا عيني على الكفتة، يا عيني والحاتي هيشتغل. كفتة مع محشي ده النهاردة يوم، يعني مش عارف فيها ودي مات النهاردة. أول مرة يبقى محشي مع كفتة، يوم عالمي، يوم تاريخي، يوم بصوا يعني مش هيجي تاني، الله أعلم يعني يجي إن شاء الله. وادي اللحمة كمان هحمرها، أنا اللي حمرها دي، أنا اللي حمرها. خد راحتك. هولع بقى الفحم بقى، طبعا ما ينفعش خشب عشان الكفتة. اه طبعا صح؟ أنت خبرة في الحاجات دي وعارف. أكيد. بسم الله يا عيني. يا عيني قاعده قدام الفحم حلوه. كم سيخ معاكي؟ انا جايبه 6 سيخ بس ما شاء الله اللحمه طلعت اكتر من السيخ. جيت في اخر سيخ ايوه ورحت مصبعه بيه وفكمني السيخ. ومعاكي اللحمه ستيك؟ اه. طب يلا في مكانها هحطها. الفحم ما يخلص، يا دوبك تشم النار تستوي. ستيك ستيك يعني. ناوي احط منها تحت المحشي بس نسيت. يعني المفروض دي كانت تنحط تحت المحشي؟ اه كنت اشوي شويه. يلا يلا اشوي شويه واحط شويه. مشويه حلوه، حلوه برده. انا عايزك تاخدي بالك بس من المحشي لحسن يتحرق. لا مش هيتحرق. النار بتاعته 100 100 اهو يا جماعه. ماشي، والحله بقت هباب بس لسه ما بقتش اسود تين. لازم تبقى اسود تين عشان نعرف المستوى. ده دليل الاستواء. دليل الاستواء اه. يا عيني يا عيني يا ليلي، تحبوا انتوا الاجواء دي يا ترى؟ عارف انتوا بتموتوا فيها صح؟ طب تصدقوا اقول لكم يلا. انا بحبها. طب بتصدقوا اقول لكم يلا. قدامك قد ايه يا ست؟ انا جوعت. انا لحقت. انا جوعت والدنيا يا رب تضلم. هتضلم يا عم براحتنا، المهم ان الاكل يبقى مستوي. ماشي. الريحه جامده. طب ابعدوا حسب النار، لا تلعبوش بالكره هنا. العيون بعيد شويه، وبعيدوا عن الفرشه اللي بنقعد ناكل عليها، ارجعوا ورا كده، هناك الغابه واسعه هناك ايه؟ انا عندي خبر وحش ليك. ما فاتش شوربه. ما فاتش شوربه؟ المحشي شفاطها كلها. سيب الحياه مش مشكله، بالهنا والشفا للمحشي. المحشي اهم من كده. المحشي ده ياخد كل حاجه. المحشي كده استوى، حمر انا اللحمه بقى زي ما قلت لك. ماشي. سيبيني انا احمرها بمزاجي بقى. انا اقول لك لا. مش عشان لا، عشان انا بحب انشفها وانت بتطلعيها نص سوا. انت بتحبها محمصه مش انا بحبها محمصه ومحمره. ماشي. ظبط نار اهوت.
ونقضيها اهو. في حاجة عموما معاك؟ لا خلاص. لا يا ندى شكرا يا ندى، روحي العبي يا ندى، روحي العبي يا ندى، مش عايزين مني بحاجة. احنا بنخلص احنا النهارده مزاجنا رايق انا وامتكوا عاملين ايه؟ عملنا كل حاجه. اه عمال اسال انا اللي عامل المحشي يا رب يطلع حلو المحشي بتاعي يا رب يا رب. لا قلت لي حلو عشان معمول كله على الكانون. لو النبي بس. بس مش عشان نفسي يعني. لا بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله. يا عيني انت شوربه ازاي؟ حلوه. اه عشان النار يعني حبه اهو حته حته اهو. ايدك احسن ما ايدك لا انا ايدي نظيفه اه بس انا ما احبش امسك الاكل بايدي عشان كده ما بحبش افرق. انا ما احبش امسك الاكل بايدي ولا احب افرق. انا بتخيلني امسكه بايدي. انت عشان ايدك مسكره. يا بدر بحط لك شويه سكر. كده حطي لي شويه سكر صح؟ انا ماليش خل. لا علشان انا خايف احط بايدي. الله ينور يا وفاء. ده رشه ملح اهو. الله ينور عليك. بس انا حطيت شويه ملح ما تحطيش تاني. شويه صغيرين بس مش كتير مش كتير. وشويه فلفل اهو. اديله اديله ما ترحموش اديله ما ترحموش اديله ما ترحموش. بقول لكم ايه، تعالوا نقعد هنا اسبوع، ايه رايكم؟ نقعد هنا اسبوع ما نروحش. اكتبوا لنا عايزين التحدي الجاي 24 ساعه يكون فين، اي مكان يخطر على بالكم، اي مكان. عايزين في الحمام تحت السرير زي ما انتم عايزين. في البسين؟ لا يبقى صعب. 24 ساعة في البسين. لو وصل الفيديو ده ل 200,000 لايك يعمل الفيديو اللي جاي 24 ساعة في حمام السباحة وهيبقى صعب جدا. بس وصلوا الفيديو ده. مش عارف اتغنى معاكم. ليه؟ بتنسحب. بتنسحب. ها؟ مين اللي يطلع الأول؟ اه. ولا اللي كسبتك؟ لا ما أنا مش هنزل معاكي تاني. يلا شوف الكفتة بتاعتك بقى الحاجة اللي اتحرق. مفيش حاجة اتحرق. أخيرا أنا ناكل. الله. الله. تسقيفة لأمكم. وأبوكم. لا 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 تسقيفة لأمكم. أمكم عملت كل حاجة. أنا بهزر يا جماعة. خلاص خلاص دعونا ناكل في صمت. يا عم بص يا عم. الله يا عيني يا جماله يا جماله. جمال الطبيعة وحلاوة الطبيعة. ورينا بقى كده وهو نازل كده يا عيني. تبني رقصه الأول. رقصيه ده اللي عايزه غرقين. بسم الله. بسم الله. أنا اللي مخدع له ده، أنا اللي مصدقه. ما عشان كده جامد. بس معلومك لك. بقولك أنت كمان جامد. لسه بندوق الطعم بقى كده معانا اللحمة المحمرة برضه أنا اللي محمرها إيه؟ الكفتة. الكفتة الجامدة جدا. كفتة الحاتي بتاعت وفاء. مفيش شوربة للأسف. يلا مش مشكلة يلا مش مشكلة. مش مهم إكسير الحياة النهاردة. بس بسرعة تاكله بسرعة عشان ممكن الحيوانات اللي حوالينا تتلم عندنا من ريحة المحشي. من ريحة المحشي لازم نخلص. لازم بسرعة. لازم نخلص المحشي بسرعه قبل الحيوانات المفترسه ما تشوفش الريحه. ده الدكتور ممكن يجي يقعد هنا وياكل معانا. بالظبط. بسم الله. وعايزين نبقى مؤدبين في الاكل. سيبوني انا اكل واشبع. بعد كده ايه لازم كله ياكل ويشبع. الاكل كده ايه مستغربه ليه؟ هاكل واشبع بعد كده انتوا تاكلوا ليه؟ ليه ايه؟ ما الاكل على قد يا دوبك. انا كنت بتكلم انت هتاكل كله. وفاء الكرنب كتير. بسم الله. الله ينور يا وفاء. عليك. انا فعلا نفسي حلو صراحه. مميز عن كل مره صراحه. خلاص انا مش هسبك لمحشي. انا اللي هسبك المحشي وعلى كده محشي يعني عبد الله يعمله. اسمها تسبيكه حمد. سقفوا لابوكوا بقى. سقفوا له. خلاص قدامكم الكلام اهو. حمد الله يعمل المحشي بعد كده. خلاص كله هينام. نقفل بقى. مش عايزين وش. مش عايزين بقى ايه. عايزين نوم. واول ما النهار يطلع اول واحد يصحى يصحينا. وانا عارف مين اول واحد هيصحى. يونس هو اول واحد بيصحى اصلا. روح عند امك ما تجيش عندي. روح عند امك. خديه في حضنك ونايميه والنبي وفاء. مش هيرضى ينام اصلا. تعال تعال هو مش هينام الا في حضني انا. تعال روح لبابا. تعال تعال عادي معاك. اجمد اجمد تنامش الا في حضني. بس تنام بقى ما تقعدش تفرق ماشي؟ خليك شاطر واتنين. يلا. شفتي بقى بينام ازاي؟ شفتي يحب بابا اكتر من ماما، صح؟ صباح الخير. الواحد والله ما عرفش ينام طول الليل والولاد لسه نايمين. هو يونس بس اللي صحي. يلا اصحى النهار طلع. كله نايم ازاي؟ النهار طلع عنا ازاي؟ جو هدوء. نقوم بقى نروح. يلا يا ند. عايز ايه انت؟
يلا يا ولاد قوموا، كفايه نوم، نكمل نوم في البيت. قوموا بقى النهار طالع، الواحد معرفش ينام طول الليل.